أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما ظهر من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله العظيمة والفريدة في التاريخ عندما كان فتح مكة بعد أكثر من 20 سنة من المضايقات المختلفة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين، هذه القطعة التاريخية لما دخل رسول الله مع المسلمين مكة المكرمة فاتحا، أخذ سعد الراية وجعل يجول في طرقات مكة ويصيح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. يعني هذا اليوم يوم الانتقام من الظالمين من المشركين الذين مارسوا أنواع المظالم مع رسول الله ومع المسلمين أكثر من 20 سنة. اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم يوم القصاص، اليوم يوم رد الاعتداء وقتل الظالمين حتى تقع لحوم المقتولين بعضها على بعض. اليوم تسبى الحرمة، يعني الحرمات التي المشركون هتكوها من المسلمين خلال أكثر من 20 سنة، جاء هذا اليوم يوم الانتقام من سبي الحرمات. يعني اليوم يوم الحرمات في مكة المكرمة، الحرمات الظالمة أكثر من 20 سنة ستسبى. هذا أرعب جميع المشركين، جميع الذين مارسوا شتى أنواع المظالم مع رسول الله ومع المسلمين. فجاء أبو سفيان يسعى إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقال أبو سفيان لرسول الله: أما تسمع ما يقول سعد؟ إنه يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي سفيان: ليس مما قال سعد شيء. ثم قال لأمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآلهما: أدركه فخذ الراية منه وكن أنت الذي يدخل بها وأدخلها إدخالا رفيقا. لما رسول الله طمأن أبا سفيان، وهو أبو سفيان رئيس كل المظالم التي صبت ومنذ أكثر من 20 سنة على رسول الله وأصحابه والمسائر المسلمين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي غيرهما من القرى والأرياف،
لما طمأن رسول الله أبا سفيان بأن الهدف لرسول الله ليس الانتقام في هذا الوقت، لما طمأن أبا سفيان عند ذلك قال لأمير المؤمنين رسول الله: اذهب إلى سعد وخذ الراية من سعد، وأنت أدخلها الراية في طرقات مكة، أدخلها إدخالا وكن أنت الذي يدخل بها، وأدخلها إدخالا رفيقا، يعني برفق. فأخذها أمير المؤمنين، أخذ الراية من سعد وأدخلها كما أمر إدخالا رفيقا. وفي التواريخ أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه جعل ينادي في طرقات مكة: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، حرمة الحرمات تصان في هذا اليوم بالإسلام، برسول الله صلى الله عليه وآله. اليوم يوم الرحمة، رحمة الإسلام، رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمأن الجميع الذين كانوا في مكة المكرمة في ذلك اليوم. ولما جاء أمير المؤمنين إلى سعد وقال لسعد: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن آخذ الراية منك وأدخل بها إدخالا رفيقا، قال سعد لأمير المؤمنين: لولاك لما أخذت مني، يعني لو كان غيرك لما دفعت الراية إليه، وأما أنت يا أمير المؤمنين فإني سأدفع الراية إليك. ودفع راية الإسلام بيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وفي التواريخ وكتب الحديث الشريف وكتب التفسير للقرآن الحكيم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد عهد للمسلمين أن لا يقتلوا بمكة إلا من قاتلهم، يعني المسلمون يتركون الماضي، فإذا أحد من أهل مكة قاتلهم الآن بعد فتح مكة يدافعون عن أنفسهم، يقاتلون من يقاتلهم الآن، أما الذين قتلوهم بالأمس وعذبوهم وآذوهم لا يقاتلوا أحدا. هذه القطعة من تاريخ فتح مكة فيها عبر إنسانية وفضيلية عظيمة وعظيمة وفريدة في التاريخ، إلا من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيام حكومته التي كانت تشبه تماما حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضيلة والإنسانية والأخلاق. النقطة الأولى: أخذ سعد الراية، راية الإسلام، والتجوال في طرقات مكة وهو ينادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. هذا طبيعي، كان هذا من طبيعي الحروب، من طبيعي صراعات. لما أن أهل مكة من المشركين وغيرهم، هؤلاء أكثر من 20 سنة صبوا أنواع المظالم على رسول الله وعلى المسلمين، من الطبيعي عندما ينتصر المسلمون على أهل مكة يصنعون بهم مثل ما صنع أولئك، وهذا من طبيعي الإنسانية ومن طبيعي الفضيلة ومن طبيعي الحروب غير الظالمة. الحرب الظالمة من الطبيعي من الإنسانية أن ترد
بمثلها، والقرآن الحكيم يصرح ويعلن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ألم يكن لرسول الله وللمسلمين عند فتح مكة أن يقابلوا مظالم أهل مكة من المشركين وغيرهم خلال أكثر من 20 سنة، يقابلوها بمثل ما صنعوا برسول الله وبالمسلمين؟ من الطبيعي، القرآن الكريم أيضا أذن بذلك كخط عام: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المشركون في مكة المكرمة وغيرهم من سائر الكفار، هؤلاء اعتدوا على رسول الله وعلى المسلمين أكثر من 20 سنة بأشد أنواع الاعتداء، أخذا من المصادرات للأموال إلى المصادرات للأمور الاجتماعية، للأمور العائلية، إلى التعذيب، إلى القتل، إلى التهجير. كل ما كان يمكن للمشركين في مكة المكرمة من أول البعثة إلى فتح مكة أكثر من 20 سنة، صنعوا ما صنعوا برسول الله وبالمسلمين. الآن جاء دور رد الاعتداء. كل ما كان يصنعه المشركون الآن في رد هذا الصنيع كان يجوز شرعا وعند العقلاء وفي قوانين الحروب أن يصنعوا بهم مثل ما هم المشركون صنعوا برسول الله وبالمسلمين. كان هذا طبيعيا أن سعد وغير سعد من سائر المسلمين كانوا موتورين بأشد أنواع المظالم، فكان لهم الحق في أن يدخلوا مكة دخولا بعنف وشدة لا بظلم، لمجرد رد الاعتداء بمثله. هذا من الطبيعي كان. النقطة الثانية، مسألة أبي سفيان وصلافة أبي سفيان. أبو سفيان الذي جيش الجيوش ضد رسول الله، هيئ الحروب ضد رسول الله، فرض عشرات الحروب على رسول الله هو وأعوانه ضد رسول الله في مكة المكرمة بأنواع وأقسام من الحروب النفسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبعد الهجرة الحروب الدموية.